كلين. تبدو شركة كويتية، شباب كويتيين، الرخصة إماراتية. نعم. انباعت على سعودية. هي خلطة بيطة شوية. عرض جدوى مو على عرض ياكم. صح صح. ياكم عرض أفضل. صح. أنتوا بديتوا انتشرتوا في الخليج كله بدونهم. ليش صح. محتاجين؟ نبي العالمية هنا. في ناس يقولون وايد غالي استعمال مثل اليوم. الحين تاخذ. بس أنت تاخذ. أنا باخذ وياك. أنا باخذ وياك. صح أمريكا بدأ من جراج. صارت بالفعل. لو وديك المكتب اللي بدينا فيه والله ما تصدق. هذا قصة. غزرت هذا طلع وياك. الله بالخير يا جماعة الخير. شفنا بالحلقة الأولى من قصة دبدوب تفاصيل النشأة إلى ما قبل البيعة. بهذه الحلقة راح نتحدث خصوصا عن بيعة دبدوب. شنو قصة بيعة؟ شنو صار؟ شنو الصفقة؟ هل هي أفضل صفقة ولا مو أفضل صفقة؟ وتفاصيل اللي تساعدنا إذا كنا ناويين to exit the business. إن شاء الله هذه الحلقة راح تجاوب على جميع استفساراتكم. مساكم الله بالخير. مساكم الله. حيا الله سليمان العنجري محمد الهاجري. سعيد جدا بوجودكم. طبعا عارفين القوانين، عندكم كرتين، كرت احمر وكرت ابيض. الاحمر تستحمله اي وقت اسالك سؤال ما تبي تجاوبه، والابيض كذلك اذا سالتك سؤال ما تبي تجاوبه، بس كل مره تستخدم الكرت الابيض شو يصير؟ ادفع. تدفع. دفعنا في الحلقه السابقه. راح نبدي فقرتنا بصح وغلط. راح اسالكم 10 اسئله سريعه جوابها صح ولا غلط ب 60 ثانيه. جاهزين؟ صح ولا غلط، توكم باعين بتقييم 100 مليون دولار من شركة سعودية اسمها جدوى؟ كرت أحمر. ما يصير؟ صح. كرت أحمر. زين. صح ولا غلط، عرض جدوى مو على عرض ياكم؟ صح. صح. ياكم عرض أفضل منه. صح. ما أخذته. نعرف شوي ليش. صح ولا غلط، فتحتوا فرع البحرين وبجدة بنفس اليوم؟ صحيح. صح. كشرعان أبطال. عارف. صح ولا غلط، الشركاء المدراء ما باعوا؟ صح. صح. ولا شويه باعوا؟ صح. صح. بس مكافاه. صح. صح ولا غلط، مكافاتكم تعدت مليون دينار؟ كرت احمر استخدمناه ولا استخدمناه؟ كرت ابيض. كرت ابيض. حقك. صح ولا غلط، فرع الرياض اعلى مبيعات في كل افراقكم؟ غلط. صح ولا غلط، راتب محمد يتعدى 5000 دينار؟ كرت ابيض. عندنا كرتين. ها، كرتين ابيض 200 دينار صاروا. صح ولا غلط، خطوتكم القادمه الى مصر ثم الاردن؟ خطا. لمصر. صح. مصر. صح. مصر. صح. مصر. مصر. الاردن مو اكيد. مو اكيد. ليه؟ ولا ما عزمته ولا ما قرر؟ ما قرر. صح ولا غلط، النيه اي بي او في السوق السعودي، هو دخول البورصة في السوق السعودي؟ صح. صح. صح ولا غلط، أحمد الشايع اللي كان مكان محمد الحين بالمالديفز؟ صح. صح. لا لا باع نحاس. لا لا موجود. نزلة تحية. جاهزين يا جماعة ندش بالعمق؟ كنا قاعد نسولف بالحلقه اللي طافت، وكنا قاعد نتكلم عن وين رايحين، بنسوي مسلسل يمكن مع بيكسار، ولا بنسوي لنا قصه هذا ونبيع دبدوب ونبي دبدوب ينافس ميكي. كل هذا راح، باحت شركه. الاداره موجوده يعني بشكل عام. احنا الصفقه هي كانت سايلنت بارتنرز، طلعوا اللي هم شكلهم 70%. الاداره لازلنا احنا موجودين. احنا سكرنا تشابتر من رحلة دبدوب،
بس هذا الحين شابتر كبير. شابتر كبير على عمر 70%. صحيح. 19 مليون دينار تقريبا. تقريبا ما اقدر ناكد ولا ننفي. خبر طلعت المكان تتاكد يعني. لا لا صحيح. لكن الشابتر اللي جاي هذا اصعب شابتر، التوسعات اللي برا دول الخليج والمطلوب من الاداره والتزام الاداره مع الشركاء اللي يدد مثل ما هم امنوا فينا، احنا التزامنا كبير معاهم حق نوصل حق مراحل اكبر من كذا ان شاء الله. مكانك اخوي محمد كان احمد الشايع، الحين بعد البيعه وينه؟ موجود خذ البيزات و مالديف. لا لا مالديف. ها اجازه احمد من ضمن الاداره ولحين موجود ومكملين على راس عمله. انت قلتها ان احنا بيكسار ولا اي كونتنت ولا هذا ليه الحين حلم لازم يتحقق من قبل الاداره والشركاء اللي يدديو بناء على هال. انزين خلينا ندش الحين بتفاصيل البيعه شويه عشان نتعلم عن الاكزيتنج. يعني اذا عندي نيه بهذه الحلقه ان كل شخص يشوفنا اليوم يعرف شلون يبيع، هل بديتوا لما اسستوا كان في بالكم البيع؟ كل مشروع طبعا انت تبدي يعني دربين، يا يعني انك تاخذ ان ييرلي ريتيرن وارباح وتوزع وتكمل، او انه يو جرو لنمط معين ويك واحد. الخطين شنو الخطه اللي كان معاكم من البدايه؟ لا احنا من البدايه طبعا الاكزيت الاكزيت موجود ان احنا نبي نكبر الشركه اللي نقدر عليه الى ني واحد يقول انا اقدر اخذها المرحله اللي انتم صعب تودونها. انتوا بديتوا انشرتوا في الخليج كله بدونهم، ليش محتاجينه؟ نبي العالميه، احنا نبي نصعد مستوى العالمي. هذا بزنس موديل ما هو موجود بالعالم كله، ونعتقد ان اتس ايزي تو ريبليكيت باي مكان بالعالم. صرفنا على البراند مبالغ طائله، والبراند فيه اسوسيشن مع الطفل مع الام مع الكميتي. وزي ما خالف انت شويه داخل حياتك شويه محمد، يعني احنا بالحلقه اللي طافت تعرفنا على سليمان وعلى احمد عدل قبل ما نبدا الحلقه، وطروا لنا اسمك وايد. قال يانا محمد الهاجري ما كان من المؤسسين، دخل مع جروب وصار جروب سي او، او يعني سي او الشركه. فنبي نتعرف عليك. الشباب يعني سليمان واحمد ربعي من عمري، يعني مو توني فجاه عرفتهم يعني. فهي مجموعه احنا جروب الديوانيه، يعني انا احب اذكر الشخص هذا عزيز جدا على قلبي واخوي ورفيق الشباب، يعني عبد الله تخيل، وهو كان يعني هو المصدر شعله الموضوع كله. محمد ايش رايك؟ هو صديقي المشترك. انت تشتغل كوربريت؟ انا اشتغل كوربريت بيت تمويل كيف اتش كابيتال، كنت ماسك قطاع شركات تشيف رابيت اكويتي بس ودايركت انفستمنت اوفيسر. فقال لي ايش رايك؟ قلت والله انا ترى بالبدايه انا قاعد مع الشباب بالتاسيس بس توني رايح بيت تمويل. قلت ما اقدر. شنو قصدك قاعد معاهم؟ يعني قبل فكره التاسيس قاعد معاهم، ايش رايك ما رايك؟ بالعكس فكره جدا. اوبريشن لي ماركتنج بهالامور نعرف، بس كبرايفت اكويتي كنا نرجع حق محمد بكل شغله. محمد رفيجكم فتسوي اعرف انا تابع انا معاهم من البدايه. شلون نقيم؟ شلون نبيع؟ انتم خاصه انا بعد اربع اشهر لكم القبس. اي فكنتوا محتاجين نصيحة. تعال فرحت لحد محمد صديقكم اللي شاطر في هذا العالم. فصارت يعني قلت له عبد الله تخيل قال لك حياك. لا قال لي ايش رايك؟ ايش رايك شنو؟ خلنا ايش رايك ناخذ نشتري خصم. نشتري بدبدوب. قلت له هسه انا بارك اروح اشتري. بالعكس يعني انا اشوف الجروث مال البزنس عالي. صارت الكورونا كانت تحمل سالفة زيادة. شلون تحمل؟ شنو صار؟ اكثر من واحد من ربع الديوانيه نبي ندش بدوب. نبي ندش قبل كورونا واتفقنا على الارقام قبل كورونا. نبي ندش. قلت لهم انت تدير. شنو انا ادير؟ يعني جماعه جايين يبون يستثمرون في دبدوب. هذا الاستثمار الثاني سولفنا عنه الحلقه الماضيه. بقياده محمد قالوا له بقياده عبد الله تخيل. قياده الفكره عبد الله تخيل. انا قال لك انا اشتري على شرط انت تدير. والشباب نفس الشيء قالوا بتيونا ناس غرب محمد يدير. فمن الطرفين ليش ما محمد نعرفه يعني ما ينا واحد يدير ما نعرفه. عرفت؟ فصارت لازم السينرجي واحد نعرفه بنعرف نشتغل معه. احنا مشتغلين معه ومكلمين. شلون الايجو مالك سمح لك يو ستيب داون فروم ذا بوزيشن؟ اتقبلها لان ادري ان اللي راح يجي اكسبيرينس بمجال اكثر مني وراح ياخذها الى مرحله ثانيه. ونفس الشيء بي واحد وراي بياخذها لمرحله ثانيه. انا عندك ايمان مطلق بهالشيء؟ ايمان وقناعه تامه يعني. انا هي لو مثل غيرك ما اتصلت اليك. انا بوصلها لمرحله الجايه بس انا هذا خلاص يعني هذا الحد. زين شلون الكوربريت اللي بنيته والكارير باث
وتشيف كوربريت كيف اتشكاب ايش عالم دبدوب تعال والراتب الجميل اللي بالكوربريت والبنفيتس في يعني كان في اتفاق على كي بي ايز معينه مع الجماعه بدي ماتش يور باكج ما ادري اقدر اخوض بديتيلز لا ابي اخوض بديتيلز انا ابي اعرف هل كان في جزء من التضحيه يعني هل انا اوكي اعطيك ستيب داون ولا لا تعالي باي فعليك امورك طيبه سهل قرارك مو سهل بس اتس كالكوليتد ريسك بالنسبه لي كان فش الجماعه اللي دخلوا اتفقت معهم على امور معينه حتى الاطراف اللي موجوده الكل از هابي شنو يعني امور معينه كان سواء الشباب اللي بقوا اللي لا بس قصدي اتفقت معهم على امور معينه على كي بي ايز معينه شخصيه اذا حققناها اي الاستراكشر شلون بيصير شنو اللي بننطلق تتوقعون ان احنا بنسوي كذي توقعوا ولقنا جرو اكثر موضوع مو توزيع ارباح مو لا احنا راح هذا مهم في البدايه طبعا يعني اول شرط اخر امور يعني لازم تحط هالامور عشان ترى ما راح نوزع ما راح رزقتكم راح تاخذونه ان شاء الله بالاكزت الجاي بالضبط هذا اللي صار هذا يعني الحين الاكزت هذا اللي صار علشان شنو عشان تطلعون الجماعه اللي دخلوا معك يا جماعة أنتوا استثمرتوا هاكم ضعف ضعفين ثلاثة أربعة ضعاف بوينت إيت استثماركم على معلومة خاصة يعطيكم العافية إحنا بنكمل يعني أنتوا ما بعتوا استثمار ما ضاع ما بعتوا ولا شيء لما يعني ما يعني حسابك ما يعني لما الحلم تحقق ما ياك هذا تم إيداع في حسابك ما ياك لا يمكن يحق الشباب اللي معك فيمكن هذا سوء فهم كان كبير إحنا بالعكس إحنا الدير مالنا إنه ما نطلع للحين فيها أبسايد والله بطل للحين ولا حسيت إنه تبي تنغنغ للحين فيها أبسايد فيها أكثر فيها أكثر الحلم للحين ما خلص فيها أكثر تحس بالبداية ولا بالنص ولا وين بالربع والله تشوفها تطبيق أنظمة أمن المعلومات وسريتها عامل أساسي لأي مشروع تقني فلا تتهاون في الاستثمار في الأنظمة زين انا يعني قعدت بديوانيتين قبل المقابله اسال اشوف شنو راي الشارع في ناس يقولون وايد غالي ايش دعوه 100 مليون والديوانيه الثانيه قالوا وايد رخيص باعوا ليش باعوا شو تشوفون غالي 100 مليون تو ماتش ولا تو ليتل والله اشوفه يعني اتس فير يعني انا يمكن تكلمت معك قبل المقابله انت لازم تحطي ابسايد كبير حق اللي بيدخل معك لازم اللي يطلع يكون راضي فأنا أعتقد إحنا وفقنا بين هالرغبتين بالصفقة لا هي وايد غالية ولا هي وايد رخيصة أعتقد إنها عند مثل الكل ربحان منو حسبها منو قيمها 100 مليون الشاري طبعا الشاري شو قيم أنا أعتقد إن هذا تقييمها أدري شافها يعني revenue multiple ولا net profit ولا والله شوف هو revenue multiple بالنسبة يعني يشوفون المبيعات مثلا آخر سنة ولا آخر شهر لا شوف run rate شوف قدام 12 شهر ويسوي عليه مالتبل لكن لما تكون الشركة فيها نت بروفيت هني تبي صعوبة بالتقييم شلون أنا قايم على شركة ربحانة شركة ربحانة البداية إيه ما شاء الله يعني حتى الانجكشن الوحيد اللي دخل ما تم استخدامه انجكشن القبس ولا انجكشن قبس قبس ما استخدمناه ولا فلس والله أيوه ما حطيت له حساب ولا موجودة يعني it's well managed قبس طلعوا بعد إيه 10 أضعاف سلام سلمهم هم يجاوبون دشوا بمليون اتذكر عندي حلقه طافت شايفها سلام دشوا بمليون لا سلام شروا 10% هم اللي جابوا مو احنا دشوا بمليون شروا 10% الحين الشركه تسوي 100 مليون يعني 10% هم يجاوبون 10 مليون ما اقدر اجاوبك عنهم شكله طلعوا مبتسر مع جماعه طلعوا وايد مبتسر شكله الموضوع عندهم عندهم متى افضل وقت اتخارج ماكو افضل وقت يعني هي فرص يعني فرصه تصير ما عندك فرصه قبل حتى بدوب يعني بلى وليش قررتوا هالمره اشتريت هي توازن ما بين تقييم زائد منو اللي بيسند يعني موضوع كاش لا نهائي موضوع شنو موضوع ان اللي جاي وياك هل هو بيوصلك المرحله ليش عندك إيمان إن شركة جدوى راح توصلك المرحلة One of the biggest private equity companies
التيم مالهم وايد سينرجي. بس برايفت اكويتي ذي كير اباوت ذير مالتيبل اكثر من ذي كير اباوت ذا اوبريشن. عندهم تراك ريكورد حق شركاتهم شلون انقلوها وشلون الانفولفمنت مالهم بالشركات. يعني احنا بالنهايه نحتاج دعم كبير منهم بالسعوديه، هذا اكبر سوق. ايش نوع الدعم؟ اذا انت فاتح بجده او فاتح بالرياض وامورك طيبه واعتقد الاوبريشن سموذ وماشي، تحتاج دعم من اي نوع؟ اي بي او. هذا بالصح. غزرت هذا طلع وياك. لا ان شاء الله يعني هذا الحلم ان شاء الله. اي بي او بس حق يعني ادراج في البورصه. نعم السوق السعودي هاي الخطه. متى ان شاء الله؟ لما نجتمع واجتماع مجلس الإدارة ان شاء الله واحبين بنحدد ان شاء الله. بيعه هذه إيه؟ عدوى إيه؟ كلها صارت اونلاين، كلها صارت ما في وزاره العدل نقل ملكيه إيميل. لازم كل الشركه يحضرون ايميل الملف ضايع. لا لا مو موجود ماكو اونلاين ايميل يوقع والمحامين كوبي. زين البيسات راحت حساب دبدوب ودبدوب وزعها على الشركه؟ لا 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 كل واحد كل واحد والشير على حسابه الشير على حسابه وخلاص. الا انتم الاداره ما ياكم. السلام عليكم ولياكم شويه ننطر الاي بي او ان شاء الله. بس 100 مليون يعني او 19 مليون دينار تمر كذي احنا مثل ما هم ما يصير. لازم في ريورد حق الاداره عشان اعرف انا كشريك مدير وعاقب يعني لباس وقت الاكزيت. اي دونت بنفيت كل الشركه يستفيدون الا المدير. ما يصير لازم في ريورد. احنا عندنا انسنتيف ولا في انسنتيف سكيم سكيم معاهم يعني طبعاً. يعني في ريورد بس yes, بس ما شير كله عندي ما بعطيه. في تارجت معينه توصلها يول جيت ريوردد والمتفقين على الخطه الاي بي او يعني بالتايم فريم معينه ما اقدر احدده تايم فريم معين الاي بي او بيصير بالسعوديه. كل الامور هذه شروط كانت بالاتفاق مع الكل. يعني تبدو شركه كويتيه شباب كويتيين الرخصه اماراتيه نعم انباعت على سعوديه نعم هي خلطه بيضه شويه. ليش الشركه مو كويتيه؟ يعني افضل مكان احنا شفناه حق الستراكشرنج شركه قابضه ذاك الوقت تكون شركه يا دي اي اف سي يا اي دي جي ام اللي هي اي دي جي ام اللي هو ابو ظبي. نعم لان احنا عندنا شركه بكل دوله اوكي وتملكها اللي بالكويت فصارت أوكي. شويه ما نبي نخلق سبايدر ويب نبي شيء اوضح وشيء اسهل ومنظم شركه قابضه ابو ظبي اسهل. اي نعم الشركه القابضه ابو ظبي تملك الشركات كلها. يعني يوم جيت شركه كويتيه ملاك موجودين سليمان يملك الشركه السعوديه بالكامل. يوم اسسنا البحرين انا واحمد نملك البحرين عشان شنو؟ عشان يعني بيبر وورك. بيبر وورك اسهل. احنا لمينا كل شيء نظمناه الاي دي جي ام خلاص. الاي دي جي ام هي تملك الشركات 100% كلها. المشاريع التي تمر في مرحلة استغراق قد تحتاج إلى تمويل لتلبية نموها ونحن في بيتك من خلال إدارة مصرفية الشركات الصغيرة والمتوسطة نقوم بتقديم كافة الخدمات التمويلية النقدية والغير نقدية بأنواعها. زين حاشونا الحين عن الصفقة شوية يومها ايش صار كذي. جماعة جماعة جدوى هم طقوا الباب. ايه شنو صار؟ يعني احنا كنا انت كان عندك النيه انك انت يوسف. نعم وي رننج بروسيس مع يعني مجموعه من المستشارين. ففي مستشارين يعني بيت ولا مستشارين بيت بيت, بيت. تمدح احد معين؟ هم طلبوا ما اذكر اساميهم اوكي بس هم شباب من خيره الشباب يشتغلون بالقطاع. في ناس منهم بالكويت في ناس من برا الكويت كويتيين كلهم اوكي. يعني اشكرهم يعني ما انا ما اذكر ما اقدر اقول اساميهم اوكي. في سيل بروسيس ويانا اكثر من اوفر. شنو يعني سيلز بروسيس؟ يعني هي اتس بروسيس تسوي بيعه تسوي دو ديليجنس يعني تسوي ديتا روم يعني تحط انتنشن يا جماعه ترى احنا بنبيع نبيع في مستثمرين يبون يطلعون يس في مستثمرين يبون يطلعون واحنا نبي نكمل بس نبي كاش نبي اي وكلهم الاداره موجوده مو مبيعه ما راح تبيع الاداره اوكي. هذا اللي يوصل حق منو؟ وصل حق عدة مستثمرين from officially from the dub written format ولا verbally ولا لا لا written written intention يعني بالكويت بالسعودية اوكي. وبعدين صار بعدين قعدتوا مع مستثمرين كويتيين؟ نعم. ايش صار؟ ما صار شيء بالعكس هي كانت ما قيموا زين؟ لا ما حد كمل معانا اللي ليش؟ في ناس يقول انت شنو ما ندري اسالهم لا لا بيكمل بيقول كارثر بيقول لا لا صحيح في ناس لا يعني بعطيك مثال يعني شنو تملك اصول عشان
قيمك بس. شو بتعطيني عائد؟ كم بتوزع لي؟ كي عاملك عمارة. اي ما كملوا الكويتيين، احنا بالنهاية ترى نبي مستثمر سعودي، لان الجروث كله بالسعودية يعني. أي. كملنا وعطونا اكثر من أفر شركات. هاي يا جماعة ايش رايكم ما رايكم؟ خلنا نقعد مع افضل أفر جدول. لا والله؟ ايوه في أفر احسن منه. ايه 150 بدون تعطيل مبلغ بس افضل منه، وفي بوتنشال كاش اكثر حق حتى الشير هولدرز احنا يعني. مو افضل عرض جدوى، افضل مو افضل عرض مادي صحيح. اي شيء دقيقه صحيح. بس افضل عرض صحيح كفاليو كقيمه. يس يوم قدموا العروض قلت حق الشباب خلينا نقابل الشركات نهايه بسموا شركه. خلينا نتعرف عليهم. تعرف عليهم نقعد سولف. من يملك جدوى؟ عده مستثمرين يعني تجار سعوديين يعني موجود حتى مجلس الإدارة مذكور بالويب سايت يعني مجموعة تجار سعوديين. زين رح تقعدوا معهم. طبعاً إحنا نكلمك اللي ما صار معهم شيء، ما كان في كيمستري يعني ما شفنا إن الهدف من البيع راح نوصله معهم. يعني إحنا الدرب لحم ما خلص. يعني أنت راح ناقشتوا قصتنا ما يعني قصتنا ما خلصت ليه الحين؟ فنبي بالربع اللي جاي يعرف ان قصتكم ما خلصت. يعرف ان قصتنا ما خلصت وتساعدنا ان نوصل فلما قعدنا معاهم فهموا قصتنا وعطونا قصتهم ودربهم اقوى. منو جدوى؟ اي الشباب نص ساعه ميانه معاهم كلهم يعني. اللي قالوا لنا يا وايد احلى من اللي احنا قلناه. يعني مثل ما قلت لك ان احنا نبي نوصل كهاوس هولد نيم براند قوي، هم ما يبون بس بالوطن العربي. احدى الشركات الاستشاريه اللي عينوها جدوى عقب ما خلصوا الريبورت البارتنر قال انا بدخل بالصندوق اللي مسوينه جدوى ابي استثمر. بارتنر شركه استشاريه؟ استشاريه. اوكي يعني ندخل احنا بعد. فقالوا له لا وير اوفر سبسكرايب وتو ليت. السبسكريبشن طبعا قصه ثانيه. خلينا نسمع قصه السبسكريبشن بس استثمر عشان الناس تعرف. جدوى هي شركه استثماريه. نعم. تسوي صناديق. صناديق شنو يعني؟ يا جماعه ترى عندنا فرصه نستثمر بتبدوب. القيمة تقيمناها 100 مليون دولار نشتري 70 مليون يعني نحتاجين 70 مليون دولار. احنا كجدوى بنحط هالمبلغ. كم حطوا جدوى؟ 20% يوجوالي صناديق ما يقدر نذكر يعني NDA. اي منو ودي يدش ويانا؟ قعدنا معاهم قلنا شنو صار لما جيتوا بتسوقون؟ طبعا هم زعبين قالوا لنا ترى احنا بنبدي بالتاريخ الفلاني. اوكي ف وهذا مو اول صندوق يسوونه عندهم؟ لا لا هم ناجحين ما شاء الله بصناديق كلهم. حتى افتر 3 ييرز لما يطلعون من اي استثمار تشوف فيه يطلعون بربح وعائد ممتاز، فسمعتهم وايد قويه بهالسوق هذا. فوراها ب 12 ساعه دقوا علينا قالوا خلصنا. قلنا شلون خلصنا؟ قالوا خلصنا بس للحين قاعد تجينا اتصالات. يعني هني اللي احنا الصندوق فول ب 12 اورز عاده. ايش كثر يطول عشان نقارن؟ هم الماكسيمم اذكرهم على كلامهم قالوا لنا احنا العاده يعني اب تو 2 ويكس بس بالسرعه اللي صارت الساعه هذه سابقه يعني كانت هاي تسجل لكم. هم تحمسوا زياده ان قرارهم بالاستثمار سليم. بس الـ القصص الغريبه اللي صارت هم يسولفون لنا ان يروحون حق ناس معينه انه شركة ولا ريال عنده عائلة عندها مبلغ إن عندنا فرصة كذي 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 بقطاع التكنولوجي are you interested؟ إيه والله interested. فيدزون له معلومات أكثر. يوصل له اسم دبدوب. شنو دبدوب؟ لا لا يرد البيت يقولون له لا اسأل أنت قبل لا تقرر الاسم اسأل. فيدق على مرته ولا أي أحد وخاصة الحريم دبدوب الحين تاخذ مو بس انت تاخذ. انا باخذ انا باخذه وياك. تقدر تفعل خاصية استقطاع الاشتراكات مع تاب بيمنت وتستقطع تلقائيا من عملائك. يعني لما احد اكزيت تخيل عنده اناناسه عرفت على هذه الهامك عرفت فيها شمسيه صغيره. لا لا بس بالصج مو كذي. لا لا انا صدق ما اعرف ولا احد باع وعاش هالعيشه اسبوعين. محمد جعفر يقول لي اسبوعين بعد مليت. رحت يقول رحت المالديف ابي اعيش هالجو. قعدت اسبوعين مليت ورجعت ابي اشتغل. محمد يشتغل الحين اكثر من قبل. هذا اليوم اللي بعده قامنا نفسنا
احنا نداوم فرع مبروك 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 فرعين ولا بكبوس يعني نفس الشيء نفس الشيء ما تغير لا ماكو شيء تغير ماكو شيء تغير ها تمت اوكي يلا تمام مبروك ترى في طلب كنا لازم نشوف الموضوع ولا يعني حتى ربع يعني طلعوني المقابله ما اطلع مقابلات صراحه ما احب سعيدين ومتشرفين والله الله يسلمك لازم تطلع الحين خلاص اي بي او سالفه انجاز يعني القصه حلوه وايد حلوه يعني احنا لما نسولف ما نسولف ان نسولف اكثر شيء ان شنو بدينا او شلون بدينا الى وين يعني من 20000 دينار الى 100 مليون دولار اربع سنوات يعني قصه ما تصير وايد هالكبر يعني القصه احلى عشنا هالتجربة هذه وشوي ما يتصدق ما يتصدق لو وديك المكتب اللي بدينا فيه والله ما تصدق لا قصدي مو بس بأمريكا لا صح كان اسمح أمريكا بدأ من جراج صارت بالخارج يقولك هذا حلم مو صحيح فعليا صار لا تصدقون هالكلام هذا ولد العنجري وهذا ولد الهاجري هذا كل الشايع عوائل كبيرة احنا ناس بسيطين ما نقدر مع التيم الصحيح كل شيء صحيح. شو تقول لهم؟ هذه رسالة تيني دائما ايه. هذه رسالة تيني دائما شو نردكم عليهم؟ يعني هذا عذره هو حاط على نفسه كله بذراعنا ما حد ساعدنا ماديا كله بروحنا بس مكتب الوالد الله يحفظه بس هذه المساندة أقوى مساندة أعطانا يعني وخذنا المحاسب ماله وخذنا المحاسب خليت المحاسب ماله لا موجود بقنا المحاسب ماله احنا عادة سليمان نختم بكلمة بكلمة اللي سويتها فيني انت بس بس لعبناها معك فراح الاكزامت يو فروم الاجوبة على هذه الاسئلة لكن راح اسال محمد بعض الكلمات وبيك تجاوبني شنو تعنيلك هذه الكلمات بالنسبة لك حلوين؟ توكل كوربريت مدرسة دبدوب مستقبل شباب اخواني جدوى طموح المستقبل اي بي او المالديف اي بي او اي بي او رساله من محمد سليمان الى شباب الوطن العربي ايش تقول لهم كرسائل وايد يعني بس يعني نختصرها من قدراتك فرص موجودة فرص موجودة يعني حد يقول فرص راحت خلصوا وشطبوا الناس شطبت لا الفرص موجودة وكل يوم يعني أنا سولف مع محمد ومع أحمد أنا متأكد إن إحنا مو أول ناس فكرنا إن نبيع الألعاب أونلاين قاعد أوري الشباب ذاك اليوم واتساب مرتي توريني ب 2017 قبل أبشون شباب محمد شو رأيك نسوي مرتي تقول لك إيه هزت لي واتساب ايش رايك نسوي محل شو مكتوب بيع العاب اونلاين لو تقول لك مكاتبتها هذه كنا ما تذكر اي ف بالعكس هي بالنهايه بالاكسكيوشن انت شنو تسوي وشنو تنفذ نفذ الفكره فرسالتك حق الشباب العربي نفذ اخذ الخطوه شكرا مشكوره تواجدك سعيد وايد على هذه الصراحه وهذا الجمال وصلنا حق ختام هذه الحلقه الجميله كل الحب كل التقدير كل السعاده كل التوفيق أدري إن الحلقة محفزة وأدري إن القصة بولها كل بولها ربعها قال ربعها قدامهم قصة كبيرة وقدامنا قصة أكبر نتمنى هذا الإلهام وهذه المعرفة توصل حق عقول وقلوب شباب وطن العربي عندكم أي سؤال أي استفسار أي فكرة كتبوها في التعليقات تحت نشوفكم في الحلقة